عماد القيوي لاعب فريق راسينغ البيضاوي، اولا مبروك بلقب هداف بطوله القسم الوطني الثاني. عماد القيوي مرحبا بك في راديو البطوله كوم. شنو هو الشعور ديالك وانت تتحمل هذا اللقب اللي هو ربما اول بارماريس في المسيره ديالك الكرويه؟ صراحه كنشكر، اول حاجه كنشكر الله سبحانه وتعالى اللي هداني هذا اللقب هذا بعد الاصابه ديالي تلقيت فيها بدايه الموسم. استرجعت الحمد لله، بديت كنرجع اللياقه ديالي والحمد لله هذا اللقب ديال الهداف. كنشكر به حتى اللاعبين ديال راسينغ البيضاوي اللي ساندوني طيله الموسم، وكنشكر الاب ديالي وكنشكر الاخوين ديالي اللي عاونوني لا ماديا لا معنويا وكل شيء، وكنشكرهم من هذا المنبر. عماد القيوي، تلاحظوا بان عماد ديال هذه السنه هو تيختلف على عماد السنه الماضيه. السنه الماضيه كنتي جاورتي لاعبين كبار وكنتي بصمتي على موسم كامل وكنتي اقرب من الالتحاق باحدى الفرق الوطنيه الكبرى. شنو هو السبب اللي خلى تراجع نسبي، ماشي نقولوا واحد تراجع كبير، تراجع نسبي للمستوى ديال عماد القيوي؟ صراحة التراجع ديالي هو الإصابة ديالي، لأنني كنت تحبست عن الممارسة ديال لمدة 3 شهور، وعاودت أنني الحمد لله كنت عندي ديشيرور في الفخذ ديالي، والحمد لله بديت كنرجع اللياقة ديالي، والحمد لله هذا ما كيرجعش أنني ما دوزتش موسم ما ناقص، ولكن الحمد لله متوسط، والحمد لله كنهدف ان شاء الله على الموسم المقبل ان شاء الله لانني نرجع اللياقه ديالي ونقول الكلمه ديالي ان شاء الله في الموسم المقبل. عماد القيوي، ربما المستوى ديالك تيجعل بعض الفرق الوطنيه في القسم الوطني الاول تتحاول انها تضم لها اللاعب عماد القيوي، واش عندك شي فكره على شي فريق تيطلب انك تلتحق به؟ صراحه ما عندي انا شي فكره، كل الامور ديالي عند سي عبد الحق مندوزا، وان شاء الله كنتمنى لانني نلعب كنجاور ان فرق كبيره مثل الرجاء البيضاوي او الوداد البيضاوي في الجمالك ان شاء الله، ولما لا تكون شي، المهم تكون شي فريق لانني نضمن معاه المستقبل ديالي ونقول الكلمه ديالي معاه ان شاء الله. وكنتمنى الا ذهبت كنتمنى لفريق راسي الفريق الام ديالي ان العام الجاي ان شاء الله يكون انا في قسم الصفور، ولما لا انه يهتم الى اعاده الامجاد ديالو، لان فريق صراحه فريق راسي البيضاوي فريق كبير وعريق وعنده بما يكفيه ديالو بالتاريخ ديالو عبر الصعيد الوطني. عماد القيوي، من هنا من منبر البطوله كوم تنتمناو لك التوفيق والنجاح في المسيره الكرويه، وتتمناو من الفرق ديال القسم الوطني الاول انها تنظر الى اللاعب كلاعب من سطينه كبرى ومهاجم كبير هداف البطوله الوطنيه الثانيه. تنتمناو باش الفرق الكبرى تشوف شويه وتعرف بان كاينين لاعبين كبار اللي يستحقوا يكونوا في الفريق ديال القسم الوطني الاول ومثلهم عماد القيوي. شكرا عماد القيوي، تنتمنى لك المسيره موفقه.